حضرتك اعتدت ان انت دايما تكون مذيع، ولكن المره دي في حدث نادر احيانا هتكون انت الضيف، فاحنا بنرحب بكابتن سيف زاهر معانا في الجول. كابتن سيف اهلا بحضرتك. اهلا بيك احمد، وبتشرف ان اكون موجود معكم النهارده. حضرتك اعلامي، عضو اتحاد كوره سابق، ورئيس تنفيذي لنادي زد. هل في مناصب تانية اولا حضرتك تولتها خلال مسيرتك الاحترافيه؟ عضو مجلس إدارة نادي الصيد، هذه كانت بدايتي. إيه بقى ما بين الأربع مناصب دول كان الأسهل وأنهي الأصعب؟ وإيه اللي شهد أكبر نجاح لحضرتك من وجهة نظرك؟ زد شهد أكبر نجاح أكيد، لأن هي جت بعد خبرة السنين كلها، فكانت فرصة إن أنت يعني تطبق كل اللي أنت اتعلمته. أصعبهم كان نادي الصيد، لأن كنت عضو مجلس إدارة تحت السن، وكانت بداية صعبة في انتخابات صعبة جدا. دايما التجربة الأولى بتبقى التجربة الأصعب. ثم انتخابات اتحاد الكورة، أول مرة نزلت دورتين. أول دورة برضو كانت صعبة جدا، لأن كانت تجربة جديدة بالنسبة لي اتحاد الكورة، وكانت انتخابات صعبة جدا. وانت مذيع بتبقى أسهل من ان وانت بتاخد القرارات، ولا وانت بتحاول ان انت تلاقي الأسئلة عشان تمدى الهوى على قدام الكاميرا؟ دي المهمة اللي بتبقى الأصعب. يعني أعتقد إن المهمة الأصعب هي المذيع، لأن أنت في الآخر بتحاول وعايز تطلع معلومة وتطلعها بشكل سلس، وتخلي الضيف هادي، وتحاول تستفزه وتحاول تطلع أفضل ما عنده، وبعد كده تخليه يضحك وتخليه يروح مبسوط وتراعيه وتعمل له مقدار كبير في نفس التوقيت اللي أنت عايز تحاوره بشكل قوي. معادلة صعبة جدا في ساعة عايز تعصر الدنيا، يعني تلف كل حاجة حوالينها، وانت بتاخد القرار، انت بتاخد القرار اللي انت شايفه صح في دقيقة، وفي الاخر انت يعني بتحاسب على القرار، او بتحاسب على فاتورتك. يعني كاعلامي، ايه مواصفات الضيف المثالي بالنسبه ليك؟ اللي يتكلم على طول لوحده، يعني تلاقيه على طول بيطلع كل حاجه، ويبقى نسبه كلامك معاه قليله جدا. مجرد انت تسند معاه تسال السؤال، تحس ان هو جاي عايز يطلع حاجه، فده ما بيحتاجش اصلا منك سؤال، بالعكس يعني بيحتاج ان انت بس ايه تدعمه في طول ما هو ماشي في المشوار. ده بيبقى اسهل واحد. اصعب واحد اللي مش هتطلع منه حاجه، اللي هو بيبقى بيقول بيرد على قد السؤال وبس، وما بيكملش. هو بيبقى جاي على ماده معينه، يعني جاي على مكان هو فيه، وهو عامل حسابه ان هو ما يقولش ولا حاجه على المكان اللي هو فيه، فبيبقى هو اخذ قرار انه يطلع في توقيت غلط. في نفس التوقيت انت هتتحسب عليك انك جبت الراجل ما عملتش اي حاجه، ما ردش على اي حاجه. امتى ممكن تقاطع الضيف، وامتى ممكن تقرر ما يطلعش معاك تاني اصلا؟ يعني انا ما يطلعش معايا اصلا دي ما حصلت ليش. اصلا ما يطلعش معايا اصلا دي يعني توصل، هتبقى ما اعتقد مثلا ضيف تجاوز في حقك، ضيف مثلا اتعامل معاك بشكل غير لائق، ودي ما حصلت ليش، اللي ما بسمحش بيها. يعني ما رفضتهاش ولا اسمح ان انا اتجاوز في حق ضيف. يعني الضيف اما يشيل الحدود بالشكل ده، تبقى انت بقى رحت له كم مره ببواخه فهو رد عليك. فما حصلت ليش ان انا ضيف قلت انا ده مش هيطلع معايا تاني، يعني ما دي ما صدفتش. يعني اقطع في ما احس ان هو طول في حاجه انا مش مقتنع بيها. بتخش تقطعه بقى، بس طبعا من غير ما تحاربه. لازم دايما تقاطع الضيف في دايما احنا بنقول كده في الزيرو بوينت، يعني في اللقطه اللي هو بيعمل فيها سكت، مهما يكون ما اقدرش ان حتى لو انا مش مقتنع ان انا اقوم داخل عليك وانت بتتكلم فيها، برضو عدم تقدير بشكل كبير. ايه سر جمله في حته تانية اللي بقت خلاص هي لازمه مع حضرتك، والناس بقت بتسمعها بتبقى خلاص عارفه ان دي كابتن سيف زاهر تريد مارك؟ ما اعرفش، عارف ساعات كده ربنا في الشغلانه دي بعت لك رزق، فهو عارف على مسافه واحده في حته ثانيه بص نص كوبايه مليان، يعني شويه حاجات كده انت بتشتغل بيها بشكل كبير بتجيب مع الناس، او الناس بتحبها ربنا بيكرمك فبتروح لقلب الناس على طول، فبتبقى جمله ماشيه عجبت الناس. عجبت الناس، الناس تصوروا ان في حته ثانيه بيتحط فيها الإليت، يعني تحط فيها الناس اللي هو بقى يعني عصارة العصارة زي ما بيقولوا، يعني أو عم الشغلانة. فدايما لما بتيجي اللعيب شناوي، ودايما الشناوي لأن هو انفرد فترة كبيرة جدا في حتته، لكن أي حد بيتألق بتقوم موديه لحتة تانية. لزقت قوي في الشناوي شوية لأن هو ثابت بقاله سنين، كل واحد يروح الحتة تانية وينزل يرجع ما يثبتش معاك. يعني مثلا موسيماني حطيته في الحتة التانية مش نزل، كولر ماس حطيته في الحته الثانيه اتزحلق. يعني هي حسب انت مقدار ثباتك، بس هي جمله جابت مع الناس. الناس خلاص اقتنعت ان في حته ثانيه بيتحط فيها المعلم. يعني طب لو قلنا عايزين نحط خمسه في الحته الثانيه دي من وجهه نظرك كده، دايما بتشوفه في مختلف حتى المجالات بتاعت الكوره، يعني فتحط لنا كده خمسه في الحته الثانيه دي اللي هم بيحرسهم؟ محمد الشناوي طبعا. محمد الشناوي اتحط في حته ثانيه، زيزو اتحط في حته ثانيه، محمد عبد المنعم اتحط في حته ثانيه، عمر كمال عبد الواحد اتحط في حته ثانيه، مروان عطيه اتحط في حته ثانيه.
ليه برضو؟ انا هقول لك انا رتبتها ازاي. رتبتها ان كل واحد في دول كان عنده مهمه صعبه جدا. انا عملت لقاء مع زيزو اول ما جه، امير مرتضى كان بيشرح لي ان ده هيبقى نجم الدنيا، انا ما كنتش متوقع ان ده ممكن، يعني ما كنتش شفته عشان يعني بس ما توقعتش ان الكلام ده ممكن يتحقق بالصوره دي. سبق الحديث عبد المنعم جه من فيوتشر راكب الدنيا كلها، راكب الاهلي منتخب مصر، الشناوي قاعد لوحده في الحته الثانيه، عمر كمال عبد الواحد في سن كبير قدر ان هو يقدم نفسه بشكل كبير جدا، مروان جه من الاتحاد واخد مكانه على طول في المنتخب والنادي الاهلي، ودي صعبه جدا. عمرك خسرت حد بسبب شغلك كاعلامي؟ ما بحبش اتعامل مع حد مش سالك، يعني بحس ان انا بحرق بنزين على الفاضي. مش هخسرك بس هاخد جنب، يعني دايما انا على قناعه ان انا لو قفلت من واحد اخد جنب، يعني واخد جنب يعني انت في حالك وانا في حالي، انا مش عايز اروح لك، وبصعوبه قوي ان حد يشدني ان انا اروح له في مشكله او اروح له في خناقه. لكن لو انا حسيت ان انت يعني جاي لي في خناقه او جاي لي في مشكله وبتاع، هقابلك في الاول ان انا اخد جنب منك واديك ظهري مره واثنين وثلاثه يعني، غير لو انت بقى مصر بقى متمسك بقى بالقصه يعني، بس دايما بخليها دي اخر خطوه يعني. شغلك كمذيع بيبدا على الهوا ولا بتكون جزء من المراحل اللي قبل الظهور على الهوا والاعداد والترتيب للضيوف والاسئله وما الى ذلك؟ اعتقد ان اسهل مرحله هي الهوا. اسهل مرحله؟ اسهل مرحله التحضير، هو اهم مرحله التحضير، ودايما انت اللي بتبقى انت اللي بتاكل الاكله كلها، لكن هو في طقم شيفات جوه بيحضروها وبيطبخوها، ويعني معاك اعداد هم اللي بيعملوا كل حاجه، انت في الاخر بتاخد اللقطه، بيخش معاك راجل يقول لك برافو والله انك دخلت المداخله دي، انت كلمته، انت ساعدت له، لا الناس اللي معاك والناس اللي شغاله معاك، انت بتحاول ان انت تقدم اللي هم بيعملوه في افضل شيء، ازاي تهندل الراجل ده، وازاي تبقى مهندله، وازاي توصله لبر الامان، وازاي تاخد منه معلومه، وازاي هو بيتكلم تسيبه. اصعب حلقه في مسيرتك وافضل حلقه من وجهه نظرك؟ اهم لقطه في مسيرتي كانت تغطيه ماتش برشلونه وريال مدريد من الملعب، كنت انا وحازم امام وميدو، دي كانت اهم لقطه في حياتي في شغلانه الاعلام، لان دي حسيت ان انا اخدت خطوه، رحت في حته تانية يعني بفضل الله الحمد لله، ما اقدرش اقول يعني كده، بس يعني ساعتها حسيت انت واقف قدام 50 قناه وانت التلفزيون المصري او انت اللي جاي من مصر ممثل القصه، وكله مرصوص جنبك في ارض الملعب، كل الناس اللي انت معلق صورهم في اوضه النوم انت شايفهم بيجروا وراك، يعني انت على الملعب شايف كريستيانو وميسي وكله في الملعب، ما كنتش مصدق كل الجمهور اللي انت بتشوفه في التلفزيون ده قاعد قدامك وانت في الملعب شغال استوديو. لحظتين عمري ما هنساهم، اللحظه دي والاصعب من كده هو لقطه ماتش مصر والكونغو في التاهل لكاس العالم قبل جون صلاح. انا كنت شغال استوديو من الملعب والناس كانت بتهتف قبل ما جون التعادل يجي، كنت عضو مجلس اداره انا وحازم وكنا في الاستوديو، لما جيت هنا جون التعادل الناس زعلت جدا، فالناس ابتدت تدور لنا جمهور، يعني جمهور انت قاعد في ظهره تدور لك، وقاعد بقى يعني طبعا كانوا زعلانين جدا جدا جدا، وفجاه قالوا لي هوا، فكنت كرسي بيلف كده، فانا بلف اتفرج على الماتش وارجع الف قدام الكاميرا لان قاعدين في اوضه ازاز، فلفيت واحنا 1-0 واحنا 1-1 ومش عارف بقى انا هطلع اقول ايه، هطلع قالوا لي بقى خلاص يعني ابتدي جهز وبتاع خلاص هيطلع هوا. مش هتفهم الاحساس ده احمد غير اما انت تعيش احساس ان انت رايح فرح لقيته عزا ثم لقيته فرح، فدي اللقطه اللي انا اتدورت ضربه جزاء، فطالع بقول للناس مبروك، اول 5 دقايق بقى في الاستوديو انا يعني مش عارف القصه ماشيه ازاي ولا انا بقول ايه ولا يمكن كلنا عشنا التقلب في المشاعر، بس حضرتك كان باختلاف انت كأولا مسؤول هتسأل عن الموقف، ثانيا كمذيع لو معتطوب ان انت تخفف عن الناس وتواجههم بعد ثانية من الماتش، فهي دي بتبقى صعوبتها اعتقد يعني. اصعب دي اصعب لحظة في حياتي، دي اللحظة اللي انا يعني كانت صعب عليا ان انا ابقى مسؤول وابقى اعلامي في نفس الوقت، ودي اللحظة اللي انا اخدت فيها قرار صعوبة ان انا ارجع للعمل العام، وده قرار انت مش عايز ترجع له خلاص، كان هو تبقى مسؤول عمل عام ماشي يعني زد في الاخر ده حاجه خاصه بيكم او بنادي بتاعكم مش انما يعني نرجع للعمل العام خطوه صعبه. تذكر موقف محرج اتعرضت ليه على الهواء؟ موقف محرج اتعرضت ليه على الهواء في بدايتي في قناه الحياه، بس مش هقدر اقول الاسامي، في اول برامجي واستوديوهاتي كنت يعني قلقان جدا، برعش، بتهته، الامور صعبه، وانا ده الدرس اللي اتعلمته في حياتي كلها في الاعلام، يعني بفضل الله يعني الحمد لله ما تسال اي حد دخل علينا في اون مثلا محلل مذيع نعرف كويس قوي ان انت واحد مننا،
تيجي تقعد تغدى معانا وتخش والاستوديو ونهزر ونهرج وافكك وبتاع. فطلعت اياميها مع اتنين يعني كان فيهم حد هو عايز يثبت قدام الشاشه ان انا يعني جامد، ان هو جامد وان انا تعبان، فكان بيضغط، والضغطه بتخليك تهنج، انت بتبقى محتاج دايما يدعمك ويقول لك، بالذات في بداياتك انت ما عندكش حاجه سند عليها. خلي بالك ان في الاعلام مع كل حلقه محتاج يقول لك انت كويس، الناس بتفكر ايه يا عم انت بقالك 10 سنين، لا ده انت مثلا واحد من الناس الكويسه في الشغلانه دي فانت مش محتاج حاجه. لا لا، كل واحد محتاج واحد يقول له النهارده كويس. في بداياتك بقى انت يعني قول دلوقتي، انت لو حتى قال لك حاجه انت عندك تاريخ تسند عليه، انت ما عندكش حاجه خالص. اللحظات دي كانت صعبه، يعني حد انت بيدوس عليك وانت عايز، فاهم قصدي، تخش ند الند وانت مش ند الند، ما عندكش حاجه مؤهله لكده، فهو مش شايفك قوي، فبتبقى الدنيا صعبه. جلس عليا مرتين في استوديو والدنيا هنجت مني، وسمعته بيكلم الناس في القناه، فاهم قصدي، عم ده ما ينفعش، ده يعني امور بالنسبه له صعب، ما ينفعش يطلع مع ده، يعني الدنيا صعبه بتاع مش عارف ايه. ثم فضل الله بقى بعد كده يعني كان قال لي بقى، يعني ما كنت بقى قبل بقى ولا يوم من ايامك، وايام جميله تعرف الدنيا بتتغير. الضيف اللي تتمنى محاورته كابتن محمود الخطيب. كابتن سيف، من شويه وحضرتك بتتكلم عن تغطيه الكلاسيكو في الملعب سانتياغو برنابيو على ما اذكر، والقنوات اللي هي واقفه والتغطيه الاعلاميه اللي بحريه تامه، حسيتش بالغيره ان احنا المفروض نبقى في مصر كده، خاصه ان احنا كنا شبه كده في التسعينات؟ لا، حسين بكل حاجه. سيبك حسين بايه، حسين بكل حاجه، يعني حسين بغيره، وحسيت بفخر، وحسيت ان احنا موجودين هنا، وحسيت ان احنا كبار، ما نقلش عن اي حد، بس لو اخذنا الامكانيات، يعني دايما انا اقول كده، دايما الناس تبص تقول لك بص بره الوضع عامل ازاي، انا واحد من الناس اقول لك ادينا الرايتس بتاعت اي حاجه واحنا نسبق بشارع، احنا في حته تانية خالص، شغله الاعلام دي بالذات في حته تانية خالص، ولكن ادينا الرايتس، ادينا الرايتس واحنا نشتغل، احنا عندنا مهنيه وعندنا احترافيه وعندنا حاجات كتيره جدا في المجال ده. عندي موقف عمري ما حكيته، هديهولك كده حاجه يعني عشان انت حبيبي. يعني الماتش ده كان رئيس القناه اسامه الشيخ، رئيس القناه الحالي، فانا كان معايا مخرج اسمه احمد عوض، كان معايا احمد واحد من الناس الشطار جدا، وجينا في ماتش من الماتشات، احمد كان هو اللي موجود هناك فكان بيعمل كل حاجه. تاني ماتش طلعناه من هناك، لان انا كان ماتشين يعني واحد في برشلونه واحد في مدريد. اما رحنا مدريد فجوا قالوا لي انت معاك مخرج ايطالي، فقلت لهم ماشي مش الراجل ده بيتكلم انجليزي؟ فقالوا لا الراجل ده بيتكلم ايطالي بس. عرفت القصه دي امتى؟ عرفت القصه دي ساعه الماتش الصبح. طب انا هكلمه ازاي؟ ده بيفكر بالصيني، انا هعمل ايه؟ صدفه ان احنا طلعنا، كنت انا حازم ميدو، واللوكيشن بتاع الاستوديو كان في حته صعبه شويه، يعني كان في حته كده عاليه في الاستاد، وفي حته فيها اجهزه كتير هم حاطينها، والاستوديو صغير. فطلع اسامه الشيخ بص كده على الاستوديو قال لك لا انا مش هطلع من هنا، يعني حاجه كده نص الاوضه اللي احنا قاعدين فيها دي. فقلت له مش هيطلع ازاي؟ لا انا احنا مش متفقين على كام، مش هنطلع وبتاع. فالمهم قعدت اقنعته، ما كانش في تكييف، ففتحنا الازاز وكان الجو حر، وقعدنا انا وحازم ميدو على حته طايره كده، كان ورانا الجمهور، فقلت لهم وروني الكادر، فقعدنا كادر تمام، خلاص احنا تمام. فدخل اسامه الشيخ ضحك كده قال لي انت هتطلعوا برضو؟ قلت له احنا هنطلع لو هنطلع من السقف، يعني الموضوع ده فرصه ومش هتتكرر، الموضوع ده منتهي. طب المخرج الايطالي هنعمل ايه؟ كان معايا واحد مراسل، المراسل ده كان في اون، وكان هو المراسل لينا في ايطاليا، ففي الصدفه بيتكلم احمد صبري كان معايا في حاجات كتيره جدا. فجبت احمد صبري قعد جنب المخرج، وانا معيش شاشه، يعني اصعب حاجه انك تشتغل استوديو وانت ما قدامكش سكرين، والسكرين اللي قدامي صغيره بتديني الاستوديو، ما بتدينيش الهواء، ما بتدينيش اللايف اللي الراجل شغال. فالمشكله هنا ان انا ممكن ابتدي اشرح حاجات الراجل مثلا قاطع على حاجه وانا بتكلم. فقلت لاحمد انت تقعد، الراجل ده اللي يقوله تقوله لي، والشاشه اللي قدام الراجل ده تقولها لي، شاشه اللايف تقول لي الراجل ده قاطع على ايه، الراجل بيكلمني، فاحمد يترجم لي، وانا احمد قاعد لي بقى
كابتن دلوقتي جايب صوره مثلا زرع بره الاستاد، فقول بص المنظر بره جميل ازاي، بص المشهد عامل، انا مش شايف حاجه. انا بقول زي ما احمد بيقول يعني، احمد لو طلبت سرح 5 دقايق انا اشتغلت الاستوديو كله بالشكل ده. في استوديوهات الناس بتشوفها لكن الناس ما بتعرفش معاناتها عامله ازاي. يعني احيانا القصه بتكون فيها صعوبات كتيره جدا جدا، ولكن دافع الاستوديو حاجات بتبقى لقطه هتحصل لك في العمر، فهتشتغل هتشتغل لو انت يعني في ايه. كابتن سيف، حضرتك بتمتهن الشغل في الكوره ولا قبل ما بتمتهنها انت بتحبها فعلا وانت صغير وهي دي هوايتك المفضله؟ بحبها. كنت بتلعب كوره؟ كنت بلعب في نادي الصيد. صح كده؟ ايه بقى الحس القصه ان انت كنت بتلعب كوره؟ عشان يعني انا عرفتها بالصدفه، لكن حضرتك ما تكلمش عنها لا، انا طول عمري عندي قناعه ان انا عايز اتميز اداريا من وانا صغير جدا، وعندي طموح ان انا ابقى عضو مجلس اداره تحت السن لنادي الصيد. واول ما تميت 21 سنه خدت انتخابات، وكنت اصغر واحد اخش، وقبليها بخمس ست سنين كنت بتحرك في النادي، كان عمي امين صندوق قبلي، بس كنت بتحرك ان انا هبقى عضو مجلس اداره في يوم من الايام، فبلعب كل حاجه واتحرك في كل حته واجري واتعرف، يعني كنت عامل بلان كده بس على بشكل كبير. ودايما عندي قناعات ان الاداري الشاطر هو مش الرياضي الشاطر، يعني ملهاش دعوه انت بتلعب ايه، عشان ليه دعوه انت بتدير ايه. فصدفه ان انا قعدت على ترابيزات في البدايه، يعني في بدايتي كنت مع المهندس حسين صبور، وكان قامه كبيره جدا جدا، وكان معايا قامات كبيره بقى على الترابيزه، المهندس خالد عبد العزيز كان عضو مجلس اداره، كابتن مارس طنطاوي رئيس نادي الصيد، المهندس محمد الاستاذ محمد طه، يعني مجموعه من الناس، المهندس هلال شتاء. اتعلمت من الناس دي حاجات كتيره جدا جدا، قعدت 8 سنين. ثم بعد كده رحت اتحاد الكوره بقى بخبرات كويسه، بخبرات كويسه ان انا حاولت انقل المدرسه الاداريه على الكوره، بحيث ان احنا نروح في حته ثانيه. بعيدا عن الكوره، ايه هوايتك المفضله؟ انا الافلام العربي الكوميدي هي يعني هي دي سر حياتي. ممثلك المفضل مين بقى؟ لا ده انا عندي فرقه كبيره جدا، يعني عندي هنيدي وعندي سعد وعندي شيكو وعندي ناس كتيرة جدا يعني بعشقهم وبحبهم. بس أنا بقى حتة إن أنا بعد ما أخلص بتابع أتفرج على فيديوهات، أتفرج على الناس النهارده عملوا إيه قبل وبعد البرنامج، وأشوف القصص إيه، وأشوف أنا كل الزملاء إيه، وأتابع وأشوف والحلوة سقف لها وكده. لأن أنا دايما ضد ان واحد يبقى شغال في شغلانه يقول لك والله مش بتابع حد خالص، ما لازم تعرف انت فين. قصدي مش حاجه مش عيب، يعني مش قصه، بحس ان دايما يعني في ناس زملاء لما يطلع مثلا في حديث او بتاع يبقى مركز جدا ان هو ما يقولش الجمله دي، ولا يقول ولا اي اسم زميله، مش هقول ولا اسم اي حد، مع ان انا عادي وانا بقول اسامي كل الناس في اي حاجه. نادي زد، كلمنا عن المشروع دوت، عايز اعرف وصل لفين. كل الخطط بتاعتنا على المدى البعيد، يعني احتمال الفيرست تيم بس هو الحاجه اللي حصلت اللي احنا بنعمل لها تارجت، لكن احنا كل قصتنا في قطاع الناشئين هو ده المشروع الاهم بالنسبه لنا. عندنا مشروع كبير في 6 اكتوبر دلوقتي بنعمله، عدد من الملاعب كبير جدا، بنعمل اكبر مجمع ملاعب في الشرق الاوسط هيبقى. عندنا تارجت ان احنا يبقى عندنا عدد كبير جدا من اللعيبه، بنعمل احنا دلوقتي عاملين شراكه مع استون فيلا، هم شركاء معانا دلوقتي في مصر في قطاعات الناشئين، بنسفر لعيبه كتيره جدا يعملوا ترايل بره، سواء في البرتغال سواء في فيلا، بنسفر لعيبه، جبنا مدربين من بره، جبنا مدربين عندهم، عندنا الكابتن علاء نبيل هو رئيس المنظومه، عندنا مارتن واحد من الكبار جدا في العالم في مجال اليوث شغال. عندنا تارجت وحلم ان احنا يكون عندنا كذا صلاح، كذا النني، كذا حجازي، كذا طارق حامد، كذا حسام غالي، كذا عماد متعب، بس يكونوا موجودين بره، هو ده التارجت وهو ده الهدف بتاعنا ان شاء الله باذن الله في العشر سنين جايين. اكبر مشكله عندنا في الانديه الخاصه ان ظهرت في العشر 10 15 سنه الاخيره ان كلهم بيفشوا كاسم، لكن ما حدش بيسري المنظومه الرياضيه في مصر ببنيه تحتيه بقطاع او بلاعبين اقوياء، ما بتحصلش غير اتفاقي دجله طبعا هو اللي عمل كده. فانا وحضرتك عملت الملاعب دي، اعتقد دي خطوه اولى ان انتوا تبقوا فعلا اسريتوا المنظومه الرياضيه في مصر ببنيه تحتيه قويه، اعتقد مصر كلها محتاجاها. هل دي ممكن اقدمها كمان لملعب او استاد يعني فيما بعد؟ عاملين حاجه اكبر من كده ان شاء الله بكتير، يعني احنا عاملين عدد كبير جدا من الملاعب، مشروع كبير، مش ملعب ولا اثنين ولا ثلاثه، احنا عاملين حاجه ان شاء الله باذن الله تبقى يعني حاجه كبيره جدا تكون موجوده في مصر.
عندنا بلان ليها مختلف وتارجت مختلف، ان احنا كل الاولاد اللي عندنا يتمرنوا في وقت واحد، الملعب يتلعب عليه 3 ساعات بس في اليوم لمده 4-5 ايام. هو ده عشان تلاقي الملعب اصلا، لان كل ملعب ليه صيانه بشكل معين وليه قصه، وهو ده اللي بتبوظ الملاعب، ان هو الملعب اللي بتلعب عليه فيرست تيم، هو اللي بتلعب عليه قطاع الناشئين، هو اللي بيتمرن، هو اللي بتلعب عليه ماتشات، بتبقى هي دي المشكله. القصه اللي انت بتقولها، وهي دي قصه مهمه جدا، الرياضه هي صناعه طويله المدى واستثمار محتاج ملاءه ماليه ومحتاج جراءه ومحتاج رؤيه ومحتاج وقت. اي استثمار بتاع حزرع النهارده واحصد بكره ده مش هيبقى موجود، مش في الرياضه. المهم ان انت تلاقي المستثمرين اللي عندهم الرؤيه والقناعه دي، زائد النهارده ان يكون الرياضه جزء كبير من ماركتنج مشروع. زد هو مشروع استثماري كبير ما شاء الله دلوقتي بره الرياضه، وهي وزد جزء من اورا، يعني اورا هي الاسم اسم الشركه او الشركه الام. الرياضه قدرت تكبر الاسم، يعني قدرت تودي اسم زد في كبرته بشكل كبير جدا في وقت قليل جدا. لو كل الصناعات وكل الشركات شافت ان الرياضه هو 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 بوابه او 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 مدخل تخش منه للجزء الدعائي والإعلاني لمنتجك، ودي هتكبرك، هيقدر يصرف فيها مبلغ كبير، هنا هيحصل تطوير كبير جدا في صناعة الرياضة. أكتر عربية حبيتها من عربياتك اللي تملكتها؟ BM 850 كابولي. لو حتقول تفضل دي ولا دي حتى لو مش عندك يعني. بوجاتي شيرون ولا لامبورجيني أفنتادور؟ لامبورجيني. لامبورجيني، أوكي. دوج ولا فيراري؟ فيراري. بنتلي ولا رولز رايس؟ بنتلي. بنتلي. هل بتمتلك نوع عربية نادر أو موجود عند يعني عربيات اللي هي بتبقى سبيشال إديشن ولا عربياتك عادية؟ لا 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 عادية، يعني حاجات عادية، بس أنا بعشق أي حاجة كابورليه، دي بتبقى بالنسبة لي حاجة، بحب العربيات الكابورليه. الصبح ولا الليل؟ الليل. كاجوال ولا فورمال؟ كاجوال. أكل هيلسي ولا فاست فود؟ هيلسي. هو المفروض السؤال صيف ولا شتاء، بس صيف ولا صيف؟ يعني يعني شتاء. احنا لابسين بكم ويتاس نصك. أيوه. أنا بحب الصيف جدا، بس انا بحب البرد، يعني ما احبش الحر، ربلة على بحر، لكن الصيف بالنسبه لي عشق. يعني تسافر ولا تقعد في البيت؟ لا سافر، اقعد في البيت مش اوبشن بالنسبه لي، اي حاجه تانية بقى تقول يعني ممكن.